إذا كان في خيار للبشرية إنه تلاقي كوكب آخر للسكن، المريخ أو الكوكب الأحمر، حيكون فرصة النجاة الأخيرة. الإنسان الأرضي لما يتحول لمريخي حيتعرض لتغييرات جسدية وحياتية. عظم السكان الجدد حيتغير، بالإضافة إلى تورم وانتفاخ بالغدة، واحتمال الإصابة بعمى جزئي أو كلي نتيجة السموم والإشعاعات على الكوكب. من هلأ لعام 2050 حيضل المريخ غير صالح للحياة، وإن حصلت رحلة اللاعودة المستعمرين حيعيشوا بكهوف تحت الأرض، والزراعة رح تكون على شكل البيوت البلاستيكية. أما الأكل على الكوكب الأحمر فهو بيشبه أكل رواد الفضاء بين البودرة والحبوب، كما أن وكالة نازا الفضائية طرحت الاعتماد على تقنية 3D Printing for Food للمهمات الفضائية الطويلة.